قام بس بناخذ الان المنسق العام للجنة الشعبية للمقاطعة محمد قاسم وعود لكم نتكلم نكمل في هذه الارقام الجميلة عشان نقارن. محمد قاسم حياك الله. الله يحييك يا ابو سلمان، مساك الله بخير ومسي على ضيوف الكرام. بداية الله يعطيكم العافية، يعني جهودكم جبارة 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 اليوم، بداية على كونها احد وسائل الاعلام، ما بيقول الحيادية، لان الحياد في مثل هذه الظروف ربما امر خارج عن العادة، لأن الآن في إرادة شعبية يتم تحديها. لكن نشكر قناة اليوم على قيامها بدورها المهني بالشكل الصحيح، على عكس ما شفناه اليوم في مثل ما سميتوها قبل شوي، يعني العرس المأتم تلفزيون الكويت الرسمي، عشان نكون دقيقين بالتعبير. أبو سلمان، قبل ما أبدي وأنقل لكم رصدنا اليوم للمقال الانتخابي، أحب أبدأ بهذه الكلمة: أما أن ينتصر الشعب ويحافظ على كرامته وإرادته وسيادته، أو تنحب الكويت إلى هاوية الحكم الفردي. مسلم البراك في 15 أكتوبر 2012. جاك العلم يا أبو حمود، اليوم الشعب الكويتي أثبت إرادته وأثبت كرامته وأثبت سيادته أمام العالم أجمع، و المقاطعة ناجحة. جميل. عطني أول شيء أخ محمد قاسم، النسبة اللي أعلنتها الأغلبية 26.7، هل هي نسبتكم أنتم المعطين إياها ولا لهم لجانهم الخاصة فيهم؟ لا طبعا، اليوم الكل بلا استثناء كان شغله الشاغل المقاطعين اليوم، وهذا طبعا من يعني خلنا نقول سخرية القدر، ها، ان المقاطعين اليوم كان شغلهم الشاغل هو مراقبة العملية الانتخابية، ما كان في حث على المقاطعة، ما كان في اي اخلال للامن او اي اخلال بالقانون، حتى قانون الانتخاب على سبيل. وبالنسبة الى نسبة الكتلة الاغلبية، كان لديهم فرق الرصد، وفي بعض الفرق كانت مشتركة، ولكن كلجنة شعبية لمقاطعة الانتخابات أرقامنا تشير إلى تقريبا 28%، وهي راح تكون على الشكل التالي: في الدائرة الأولى 54% نسبة المشاركة، في الدائرة الثانية لا لحظة شوي عشان نلحق وياك، لا لحظة أبو جاسم، الأولى كم؟ 54%. أوكي. طبعا قبل ما يعني قبل ما نثبت الأرقام، أحب أنوه إن إحنا رصنا كان يعني كان عندنا صعوبة بالرصد، ولكن لا راح أدش معك في تفاصيل الرصد. وعزيمة الشباب تمكننا من الوصول إلى أرقام نعتقد أنها التقريبية الصحيحة لنسبة المشاركة جميل. الواقعية اليوم. أنا سيمي بدش معك بعد شوي في كيفية الرصد وعلى أي أساس، يعني مطلوب من الناس أن يصدقونكم، لازم توضحون آلية الرصد. عطنا الآن الأرقام وراح نناقش إن شاء الله. الأولى 54%. إي نعم. الثانية 36%. أوكي. الثالثة 49%. الرابعة وفخر الكويت شباب، الرابعة والخامسة اليوم، الرابعة 16% والخامسة 14%. هذا ليس تقصيرا في أي من شباب الكويت في الدوائر الأخرى، ولكن اليوم الخامسة 14 كسب من الرهان ضربوا مثلا في الحضاره في الربع يقول الاسلوب الحضاري، معلش مثل ما اسمحني بس في اتباع الاسلوب الحضاري في بيان رفضهم القاطع لنهج الانفراد بالسلطه. طيب، وهذا المرسوم. جميل. استاذ محمد قاسم المنسق العام للجنة الشعبيه يقول بان نسبه المقاطعه اجمال نسبه المقاطعه 28%. ما هي آلياتكم وعلى أي أساس ما يعني عشان الناس صدقونكم في 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 ومعاييركم عشان الناس صدقون هذه الأرقام اللي ذكرتوها؟ الأولى 54%، وكرر، الثانية 36%، الثالثة 49%، الرابعة 16%، الخامسة 14%. نستمع إلى محمد قاسم المنسق العام للجنة الشعبية للمقاطعة. شكرا لك أبو سلمان. طبعا بالنسبة لآلية الرصد، مثل ما أعلننا سابقا أن فرقنا راح تكون منتشرة أمام المدارس، وأيضا بالتعاون مع بعض الصحفيين من الذين نقلوا لنا الحقيقة كما هي، توصلنا إلى هذه الأرقام وهذه النسب. عندكم أحد في اللجان؟ إيه نعم، عفوا، عندكم أحد في اللجان أبو جاسم؟
ما كان عندنا الحضور الرسمي نفس جمعيات الشفافية وجمعيات حقوق الإنسان، ولكن اللي وصلنا اللي رصدناه ركزنا عليه هو رصدنا لما يحدث خارج الـ 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 خارج مقار الاختراع. ليش ما تكشفون بعض السرقات من تحت السالفة يا ابو جاسم؟ ايضا كان لنا بعض الحضور مثل ما قلت لك من خلال الصحفيين اللي متعاونين معانا وغيرهم. يعني مثلا على سبيل المثال انا احب اذكر هذه الحادثة الطريفة اليوم، احد القضاة ماني قايل الدائرة بعد عشان ما نورط الصحافة، احد القضاة اليوم يقول يا رب نوصل للمية، نوصل للمية ناخب للمية مصوت. نعم. وان شاء الله عسى الله ما استجاب. هذا كان هذا مثلا هذه سجلناها في قرابة السابعة مثلا عند الانتهاء. ومعلش يا ابو سلمان معلي سامحني اذا اخذ بعض الوقت. لا الوقت معك. امور يجب ان نلفت انتباه الشعب الكويتي لها. الحملة الاعلامية اللي قامت بها وزارة الاعلام على مدى الشهر الماضي واليوم كانت اساءة لاستخدام هذه السلطة الممنوحة لها، ولا اعلم منه من اعضاء المجلس القادم، هذا المجلس الساقط شعبيا وسياسيا، راح يقوم بمحاسبتها. وزارة الاعلام اليوم شفنا يعني شفنا ال 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 شفنا الفعل الصارخ لها من خلال قناة الإذاعة، من خلال التلفزيون، والأمثلة كثير. شفنا حتى تورط وزارة الصحة مع الأسف وقضية الإسعافات، حضرتك ذكرتها قبل شوي باللقاء. لو كان هذا الأمر مرتب لها، على سبيل المثال أن يا أخوان من قبل أسبوع، من قبل 10 أيام، أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع إدارة الانتخابات وكل الجهات المعنية أن راح يتم توفير مثلا سيارات نقل المصوتين من منازلهم إلى مقر الاقتراع. ولكن هذا اليوم الأمر تفاجأنا اليوم فيه، في خط ساخن للاتصال وهذا والإسعاف تجيك مثلا، وما يبينون لك يعني المذيعة تقول لك والله إذا معاق أو كبير بالسن أو ربما يعني، وأنا أنقل حرفيا ما قالته المذيعة إذا عدل الكويت أو من برا بين شكله ما في شيء، لكن الألم من داخل. أنا ما أفهم شنو قصدها كان للأمانة. يعني ريت لو أحد المسؤولين بوزارة الإعلام بالإذاعة يوضح لنا هالأمور وهالنقاط. طيب وزارة الصحة، يعني أنا أبي أفهم سؤال واحد يا أبو سلمان، هل وظيفة سيارة الإسعاف فيها نقل المصوتين؟ أمر شيء عجيب يا أخي قاعد نشوفه بالكويت. هذه يعني الحكومة نزلت بجيشها وخيلها ورجالها وعدها وعتادها. محمد قاسم سنعود لك يا ابو سلمان، يجب ان تكون الرساله واضحه للقياده السياسيه وللسلطه التنفيذيه. جميل. الشعب اليوم رفض العبث بمقدراته والعبث بدستوره. جميل. محمد قاسم التعاطي مع المقاطعه بقدر المسؤوليه وبحكمه. جميل. محمد قاسم يعني إذا جد عندك جديد أرجو التواصل مع الكنترول لنأخذك مرة أخرى معنا في هذه السهرة عن الانتخابات، إذا وصلتكم من بعض يعني شباب فريقكم المقاطعة، إذا أي معلومة أخرى تبون تضيفونها مرروها للكنترول، أو إذا كان في الحديث يطول عليها حاول تطلب المداخلة عشان ندخلك. كونك ممثل، كونك منسق العام للجنة الشعبية للمقاطعة، شكرا لك محمد قاسم. إذا أبو مبارك بعود لك، أكرر بس عشان ننوه للأغلبية، بحسب فرق الأغلبية نسبة المشاركة احنا نتكلم عن المشاركة وليس المقاطعة، أكرر نسبة المصوتين 26.7%. بالنسبة للجنة الشعبية للمقاطعة نسبة المشاركين اللي صوتوا 28%، وذكرنا لكم الأرقام قبل قليل نكررها على عجالة. الأولى 54، الثانية 36، هذه مهمة جدا الأرقام هذه، الثالثة 49، الرابعة 16، الخامسة 14. أعود لك بمبارك.